في مؤتمر صحفي بالأمم المتحدة طالب وزير حقوق الإنسان اليمني محمد محسن عسكر ميليشيا الحوثي والانقلابيين باحترامهم للمواثيق والعهود الدولية لحقوق الإنسان والتزامهم بالاتفاقيات الأممية وعلى رأسها اتفاقية ستوكهولم بشأن مدينة الحديدة ومينائها الذي يقضي بوقف إطلاق النار وإخراج الميليشيات من المدينة. حاولنا إطلاع بعض الصحفيين المهتمين بقضايا حقوق الإنسان عن حقيقة ما يجري في اليمن منذ بدء الانقلاب في سبتمبر 2014 ثم في ديسمبر 2018 حين تفاءل الكثير من اليمنيون وكذلك محبي اليمن حول العالم بقرب حلول نهاية للحرب وبداية للسلام، إلا أننا أيضا تفاجأنا بتلكؤ وإيجاد عقبات من قبل الطرف الآخر وهو ميليشيات الحوثي وعدم جديتها تجاه السلام وعدم تنفيذها لأي اتفاق من اتفاقيات ستوكهولم الثلاثة التي تم الموافقة والاتفاق حولها. وفي لقائه بالصحافة الدولية المعتمدة لدى الأمم المتحدة بجنيف أكد وزير حقوق الإنسان اليمني محمد عسكر على شرعية قوات التحالف العربي في اليمن وأهميتها لخلق المناخ الملائم للتوصل إلى حل سياسي للأزمة اليمنية، مضيفا أن قوات التحالف في اليمن حريصة على احترام حقوق الإنسان والالتزام بالمواثيق الدولية. الحكومة اليمنية وكذلك التحالف العربي بيسعوا من خلال مراجعة قواعد الاشتباك باستمرار إلى محاولة والالتزام بالمعايير الدولية في هذا السياق، سواء معايير التمييز أو التناسب أو عدم الإضرار بالمدنيين أو التكلفة البشرية لأي هدف عسكري والتكلفة الإنسانية، كل هذه تؤخذ بالاعتبار وتحاول قدر المستطاع أن تخفف من الأضرار الجانبية لأي أهداف عسكرية. كما شهدت أروقة مجلس حقوق الإنسان أثناء انعقاد أعمال الدورة 40 إدانات للانتهاكات التي اقترفتها ميليشيا الحوثية الانقلابي، وطالب الخبراء والناشطون الحقوقيون مجلس حقوق الإنسان وآلياته الأممية بوضع حد للانتهاكات الحوثية التي كان معظم ضحاياها من النساء والأطفال. قضية انتهاكات الحوثيين والانقلابيين لحقوق الإنسان قضية حاضرة بقوة في أروقة مجلس حقوق الإنسان. طه يوسف حسن، قناة الإخبارية، مجلس حقوق الإنسان، جنيف.